السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حنا، عمري 10 سنين، واليوم عندي استفسار للدكتور، وش مرض كورونا؟ أهلا حنا. كورونا هذا مخلوق صغير جدا جدا، ما يمدينا نشوفه بعيوننا، يسبب مرض في الجسم، وهو منتشر الحين في كل العالم. كيف ممكن يجينا؟ هذا السؤال الصعب، انه عشان ما نشوفه ما نقدر نتجنبه، فعشان كذا دائما نقول نجلس في البيت نجلس في البيت نجلس في البيت، ما نطلع من البيت الا وقت الضروره، واذا طلعنا نتجنب الزحام، واذا كنا في مكان ناخذ مسافه بيننا وبين الشخص اللي قدامنا، ولا نلمس الاشياء، ولا نصافح، زين، نسلم من بعيد. واذا لمسنا شيء ولا صافحنا ولا شيء، لازم نغسل يدينا كويس بالمويه والصابون او بالمطهرات، زين، عشان بس ما، لانه الفيروس يكره شيء اسمه نظافه، بمجرد انه نغسل وكذا تقدر يروح عنا الفيروس ان شاء الله. ونتجنب برضه الناس اللي عندهم اعراض المرض. اذا احد تعب من كورونا ايش ممكن يصير فيه؟ هو نفس الزكمه بس تكون شديده، مره تسبب لهم حراره شديده، تسبب لهم كحه وضيق في النفس، وبعض الاحيان تكون زكمه خفيفه، فعشان كذا نتجنب كل الاشخاص اللي يكون عندهم زكمه. شكرا دكتور. اهلا وسهلا.